صحيح فعلا، قطار المشاعر بدأ منذ الساعة 7 مساء بوصول أول رحلة من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة. متوقع أن ينقل القطار اليوم أكثر من 120 ألف حاج، ربما أكثر في الساعات المقبلة. سادع زميلي وليد ينقل لكم الصورة من المحطة. كما نشاهد هناك إجراءات صارمة لضمان سلاسة خروج الحجاج من القطار إلى مشعر مزدلفة. هناك طريقين، وهو الطريق المصعد الذي يكفي تقريبا 60 حاج في النقلة الواحدة، أكثر من 4500 كيلو يتحمل هذا المصعد. وأيضا هناك الدرج العادي الذي ينزل أيضا إلى مشعر مزدلفة. كما نشاهد هناك قوات أمن المنشآت، هذه القوات أيضا تقوم بتسيير خروج الحجاج بطريقة محترفة للغاية لتنظيم الحشود وضمان عدم التدافع أو الاكتظاظ أو حدوث أي طارئ أو مشكلة بالنسبة للحجاج. هذه القوات هي تقوم بحماية وضمان سلامة الحجاج في جميع محطات القطار. القطار مشاعر، قطار المشاعر يضم 9 محطات، 3 في مشعر عرفات و3 في مزدلفة و3 الأخيرة في مشعر ميناء. متوقع أن ينقل القطار خلال موسم الحج بشكل كامل أكثر من 2 مليون حاج عبر أكثر من 2000 رحلة. الأسطول الخاص بقطار المشاعر يبلغ قوامه 17 قطارا كهربائيا تردديا، طاقته الاستيعابية 72 ألف حاج في الساعة الواحدة. نتكلم عن رقم كبير سارة تستطيع من خلال هذا القطار أن يضمن سلامة الحجاج ووصولهم. طبعا وزير النقل السعودي أكد أكثر من مرة جاهزية القطار واستعداده، وأيضا التأكد من البنية التحتية الخاصة به سواء في محطات مزدلفة أو ميناء أو حتى عرفات. كما نشاهد هناك انسيابية عالية بالحركة بالنسبة مشن على الأقدام. نحن الآن نرافق الحجاج وننزل معهم إلى مشعر مزدلفة. نرى حجاج من جميع أنحاء العالم. غالبية من يستخدم قطار المشاعر هم من حجاج الداخل، لكن أيضا هناك حجاج من شرق آسيا، من الهند، أيضا من باكستان ومن إندونيسيا، لأن قطار المشاعر يستهدف حملات معينة وليس كل الحملات الموجودة أو كل الجنسيات الموجودة في موسم الحج. تأكيدات أيضا من الحكومة السعودية بنجاح الخطة حتى الآن فيما يتعلق بنفرة الحجاج من عرفات إلى مزدلفة. بدأوا يصلون منذ قبيل غروب الشمس تقريبا، ونشاهد الآن هم في طريقهم إلى مشعر مزدلفة لقضاء الليلة قبيل ذهابهم إلى الجمرات لرمي جمرة العقبة الكبرى ومن ثم طواف الإفاضة في الحرم المكي. وما زلنا نتابع معك عبد الرحمن هذه الصور بالتأكيد لنقل الحجيج. اليوم الطقس كان حار جدا، كيف تعاملت الجهات الطبية والهيئات الطبية مع هذا الوضع؟ هل رصدت أي حالات خطيرة أو مستعجلة بسبب هذه الحرارة؟ نعم سارة، الآن درجة الحرارة بعد مغيب الشمس تقريبا تلامس 35 درجة مئوية في ساعات الصباح والظهيرة، وقبيل غروب الشمس كانت تصل درجات الحرارة إلى تقريبا 44 درجة مئوية إلى 42 درجة مئوية، لكن في الليل الحرارة بدأت تخف أكثر فأكثر. وزير الصحة السعودي أكد بأن هناك بعض الحالات لضربات الشمس والإعياء جراء حرارة الشمس، لكن أيضا هناك تم تخصيص عيادات خاصة لضربات الشمس لتلقي الحجاج الرعاية الطبية اللازمة، بالإضافة إلى توزيع المظلات على الحجاج، وأيضا وصول الكثير من الرسائل التوعوية على الهواتف الذكية للحجاج لتجنب الشمس الحارقة، أيضا تناول السوائل، المياه الباردة، توزيع الآيس كريم شاهدناه اليوم في مشعر عرفات، وأيضا هنا في مشعر مزدلفة الشاحنات الكبيرة لتوزيع سقيا الحجاج والمياه الباردة، وتم وضع أيضا برادات مجانية للحجاج.